راهم متشرفين بالاحتضان هذا التظاهرة الأولى بالجنوب لريادة الباركور أو الحواجز من تنظيم نادي الرياضي الهواة اتحاد جامعة باستضافة 10 ولايات. نظمنا لأول خطرة بالجنوب تظاهر باركور داي، جونا من قريب 12 ولاية بكل ترحيب ومرحبا بهم في كل وقت، إن شاء الله تكون جلسة مليحة وبارك الله فيكم على للحضور. اليوم جينا إلى بلدية الجامعة لممارسة رياضة الباركور، ونحن نمثل منطقة سيدي بالعباس، وكانت جمعة جميلة جدا حيث تلاقينا كل الشباب ومارسنا رياضة الباركور، كان يوم رائع، وإن شاء الله تتعاود هذه في كاع المناطق الوطنية. اليوم جينا باش نشاركوا في رياضة الباركور ويشارك فيها أكثر من 12 ولاية وأكثر يأتون من ولايات متعددة. إنها رياضة جميلة حقا، يستفيدوا منها جميع الأجسام وتنمي العقول أيضا.